مين انت لفتوني الارض انا خسرتوني اللي على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون صحابك اللي خسرتيهم تقيلة قوي يا على رخامتها يا تقلو يا تقلو كتولي الحتة دي يبقى شكلي وحش قدام الفنانين بتشالنج دلوقتي مع عيان السيد ان هي تيجي تقعد هنا تجاوب الاسئله دي وتخسر صحابها زيي ودلوقتي هنبدا معاكم اللعبه الثانيه خليني اقول لك بقى في السريع كده اللعبه الثانيه بتقول ايه اللعبه الثانيه هي 5 seconds rule هنقول لك حاجه او سؤال معين ثلاث حاجات عليه تقوليها في 5 ثواني في السريع كده في الزرقاو على راي ماروتسا في الزرقاو يلا بينا ماشي يلا بينا اخر ثلاث بلاد سافرتيهم لبنان دبي امستردام حلو قوي ثلاث اشخاص بتكلميهم كل يوم ساره باري غنيم اوكي ثلاث حاجات ممكن تخبيهم تحت السرير تحت السرير انا لو اعرف ايه اللي بيتحط تحت السرير عندكم بتخبوه هجاوب على السؤال ده مش عندي حقيقي مش عندي حاجه بخبيها تحت السرير مفضوحه قوي حياتي مفضوحه قوي ولا بتخبيها في اي مكان تاني خالص استحاله اخبي حاجه في البيت ومامي موجوده اصلا بنخبي بره البيت عادي خالص جايبني من شعري انا والحاجه ماشي اوكي اوكي ثلاث حاجات هتعمليها لو في بريك اب 5 ثواني حاجه زي ايه استني 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 حاجه زي ايه هعمل ايه هخرج هبسط خلاص هعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه تاني هعيط مثلا لا مفيش هشغل اغاني كئيبه اي حاجه هحكي لاصحابي لا هخرج وبس بس حلوه قوي والله عايشه سنين بغني وبحب الحياه قلبي عايش سنين ده طلعوا مريم فارس من جواه دي كانت كل سبب بس ما حصلش اصلا كتولي الحته دي يبقى شكلي وحش قدام الفنانين كلميني اصحابي طيب اوكي خلينا نكمل اكتر ثلاثة من صحابك بتحبي الكونتنت بتاعهم على انستغرام اكتر ثلاثة من صحابي صحابي يعني باري بس هما لا مستني ثاني باري بسرعة بسرعة مايان مين مين صحابي مين مين صحابي انا خسرتوني اللي على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون صحابك اللي خسرتيهم اللي كانوا صحابي اللي كانوا عزيز بحب الكون عزيز ده بيضحك قوي عزيز عقاد ده بيضحك قوي ده كده طبعا ده كده كده انا اسفه يا عزيز طيب طيب اكتر ثلاثة حبيتي الشغل معاهم علي طبعا علي 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 أيوة. وتامر حسني قوي و ياسر جلال بيرفكت اوكي اهم ثلاث حاجات دايما في شنطتك ليب جلوس ليب جلوس فوريفر و و ومفتاح بيتي اهم من شطرة. حياتي عشان وقفت على البيت مليون مره وايه تاني وبرفيوم اوكي بيرفكت اخر حاجه بقى ثلاث اكلات لا يمكن تاكليهم القاس مبدئيا فول ما باكلش فول ايه تاني ايه تاني ممكن حاجه ممكن جبنه رومي ازاي جبنه رومي ما باكلش جبنه رومي والله ولا فول ما بحبهمش فول جالي انيميا زمان وانا صغيره انيميا فول جبنه رومي ما بحبهاش مش صحاب مش صحاب للاسف طب بس بتاكلي الحاجات باكسترا تشيز وحاجات كده عادي لكن مش الجبنه الرومي اللي هي جبنه لا باكل الجبنه الثانيه اللي هي الموتزاريلا موتزاريلا مثلا برميجان الحاجات دي عادي لكن الجبنه الرومي لا مش مهم عادي فيها جبنه ثانيه كده بيضه كده ما بحبهاش هنمنع الجبنه مفيش عمار ما بيننا امريكان تشيز او اسمها البلو تشيز يا تقيله قوي يا على رخامتها يا تقلو يا تقلو الله يا بيبي ثلاث مرات يا سيد ثلاث مرات برافو يا فرح انت كده اتعديتي معانا شفتي شفتي سهله وبسيطه سهله وبسيطه دلوقتي بقى جه ميعاد اللعبه الثالثه اللعبة الثالثة بتاعتنا جائزة اللالا لاند التقديرية كأنك بتدي جائزة الأوسكار مثلا بس عندنا طبعا هنا هي جائزة اللالا لاند التقديرية للناس اللي احنا هنقولك صفاته هنقولك صفة مثلا معينة وانت ماشي. تقولي تدي الجائزة دي لمين اكتر حد بينطبق عليه الصفة دي اوكي اوكي يلا بينا جائزة اللالا لاند التقديرية لأحسن حد ممكن يخرجك من المود امي
سوري دي اكتر واحده فرفوشه في الدنيا. اوكي والله هاي. لو شافتني بعيط تزعق لي اني بعيط. يعني ازاي تعيطي؟ يعني ايه تعيطي؟ يعني مش فاهمه يا عادي بني ادم عندي قلب عندي مشاعر واحاسيس. استحاله. لا 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 ما عندهاش الكلام ده. ما عندهاش حاجه اسمها عياط. اوكي اوكي طيب جائزه اللالا لاند التقديريه لصاحبتي صاحب اقول له عركه يقول لي مراحب. ده عيل سواكي. لا عيل جدع بقى كده صاحبتي. حد عايزه تقولي له انت صاحبي أيوة لما أيوة. اي عركه انت كده كده معايا. احمد عمرو صاحبي جدا. حد مش حد معروف بس هو أنا عامل بس احمد جودو بقى وهيكسر الدنيا عشان اخته فرح وكده. تحفه. دي مش صح فاهمه بيقول عن جودو. لو في اي عركه ممكن نكلم احمد. ده كده كده ماشي. احنا اصحاب فرح ماشي. حد ما تعرفيش تحوري عليه؟ حد ما اعرفش احور عليه؟ ايه ده ما بعرفش احور اصلا. فاستني بقى كده. حد ما بعرفش احور عليه. انا عندي انا المشكله مش عندكم. مش عندهم هما. واحد صاحبي جدا مغني ما اقدرش احور عليه. كده بيقفشني. اوكي. يعني حتى لو بحور كده بهزار استحاله اصلا. هيقفشني هيجيبني. هيجيبني من قفايا. عارفني. طيب جائزه اللالا لاند التقديريه لاحلى بارتنر في السفر. احلى بارتنر في السفر. انا كنت بسافر مع مين؟ نسيتوني. خسرتوني اصحابي. احلى بارتنر في السفر. ايه ده مين؟ انت كنت مسافره مع مين؟ كنت مسافره مع مين؟ فاكره معاك. تقول لي الكلام بصراحه. وانا كنت مسافره مع مين؟ لا ناس خفيفه يعني في السفر كده. حد بتحبي اللي هو مثلا لو في سفريه معينه هتكلميه تقولي يلا ما تيجي نطلع كذا. ما تيجي يبقى اول حد تيجي في دماغك. ندى صاحبتي. ندى دايسه في اي سفريه. حلوه دايسه دي. حلوه قوي. برافو عليك يا ندى. لا يلا لو مش هنقعد نتكلم كتير. ماشي. طيب اكتر حد من صحابك بيسبورت قوي دايما على شغلك في الحياه كده؟ اكتر حد لا الصراحه هم كتير. مش عايزه اكذب. هم مش حد واحد يعني. لا في حواليا ناس كتيره قوي يلا وجو كده كلهم يعني. مش لا ما عنديش حد واحد. طب لو جائزه اللالا لاند التقديريه للشخص معين فيهم تقديريه غنيم برضه. شكلك مكرر معايا ويفتكروا ان انا بحبك وكده. لا احنا اخوات. يا صاحبي عادي انا حاجه اخوات والله العظيم. طب ممكن تهديله اقسم بالله ما ولادي. ممكن تهديله. احنا اصحاب عادي واحنا اخوات عادي. اخوات اخويا صاحبي اخويا. طيب اكتر حد بيضحكك في الحياه؟ علي ربيع طبعا. يا جماعه بيتكلم بضحك يعني. هو بيتكلم انا بضحك. اوكي. لا لا حد تديله سرك وانت مطمنه؟ في لينا وندى وساره ويارا. ده جوائز كتير. جوائز تقديريه. الاربعه دول مكملين معايا بقى. طب لو عرفنا عايزين نعرف سر نروح لهم على طول. قولي بقى تاني. لينا وساره. لينا وندى وساره ويارا. حلوه قوي عرفناهم كلهم. اوكي ماشي. طيب حد عايزه تقولي له مبروك يا حياه قلبي مبروك. حد عايزه اقول له مبروك. اولا غنيها وبعد كده اهدي. بس على ايه يعني؟ على حاجه معينه؟ حاجه حاصله دلوقتي عايزه تباركي له عليها. حاجه حاصله دلوقتي. مايانا اتخرجت. مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك مبروك. لا مهم بالنسبه لها ان هي اتخرجت. دي معجزه. 7 سنين. فلا مبروك يا ميونه قلبي. اوكي حلوه قوي. طيب حد عايزه تهدي له جائزه اللالا لاند التقديريه وعايزه تقولي له مع السلامه باي باي مش معايا في الجاي. ينفع ما جاوبش؟ غنيها واهدي له الجاي. طب بص انا هغنيها بس وهو عارف نفسه. طيب ماشي كده مش هينفع. بصي اول ما تنزل ابعتيها له برايفت عادي. ماشي. ومع السلامة باي باي. مش معايا في الجاي خالص. حدينا ستوب يا بابا. طيب اخر واحدة بقى. حد اول ما تخلصي من هنا هتطلعي تحكي له عن الهبل ده. نورهان عماد عندي في البيت دلوقتي. هطلع لا انا سوري انا كنت هنا بعمل حاجة وجايلك تاني مستنياني. طب ممكن تقولي لنا بسرعة هتقولي لها ايه؟
هقول لها ايه؟ هقول لها في اللالا لاند. هم في اللالا لاند يعني، هم في اللالا لاند هتبقى انا عامله ازاي؟ انتظروني احلى لالا لاند والله. اتفرجي وانت تفهمي. مفيش حاجه تتشرح بجد. شاطره قوي قوي قوي. بس لغايه كده احنا لسه ما خلصناش. ودلوقتي وصلنا لاخر تشالنج معانا النهارده، وتشالنج بسيط وخفيف ولذيذ وحلو كده، وكله يعني كله هزار ان شاء الله. طيب طبعا احنا محفظينك الجمله. انت هناخد الهيليوم كده في قلبنا. أيوة. ونقول استنوني في اللالا لاند على اوبلاس تشان. ثانيه استنوني في اللالا لاند على اوبلاس شانل. هايله. ممكن يا فرح هموت. خدي كمان شويه هيليوم وقولي انطباعك عن الحلقه النهارده. انطباعي عن الحلقه النهارده ان هما في اللالا لاند. مش معقول كده. مش انطباع. ثانيه انا عجبتني الموضوع قوي. حبيتش الموضوع قوي. بتشالنج دلوقتي معيان السيد ان هي تيجي تقعد هنا تجاوب الاسئله دي وتخسر صحابها زيي. مش هتخسر اصحابها. طيب عايزه تقولي اي حاجه ثانيه؟ احنا معاكي. انا حبيت الموضوع فعايزه اتكلم. بقى قلت اديكي مساحه. انا خايفه يبقى ادمان وكده. اديني بقى. انا هخبي تحت السرير بلاليني. انا حبيت اللالا لاند قوي. اجي لكم هنا ممكن. طب انت ممكن تيجي تاني اكيد. لا خدي بقى هيليوم تاني وقولي ان انت جايه تاني اكيد. الناس تستناك على طول. يا حبيبتي خلاص انا هجي لكم تاني والله. ثانك يو يا فرح. احنا بجد اتبسطنا وكان احنا فخورين بشربيها بعد الحلقه. حبيبي والله وفخورين ان انت في اللالا لاند جدا 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 جدا. انا معاكي ده حقيقي ومعاكي قوي. وكل مره بتبقى الحلقه احلى من اللي قبلها بكتير بجد. دي حقيقه. باي باي.